moments later. إذا سمعتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي أنقذ الله به من الضلالة إلى الهدى هذا النبي عليه الصلاة والسلام والذي أخرج الله أخرجنا من الجهل إلى العلم هو رسول الله والذي دلنا بعد التخبط إلى الهداية هو رسول الله فصلوا عليه وسلم وأبشركم بشارة أنتم اللي شاهدوا الآن هذه الصلاة والسلام وصلت إلى رسول الله الآن كل من صلى على رسول الله وانت الصالح اللي جاتم شاهدوني صلوا على محمد عليكم إن صلاتكم تبلغون يقول ما من أحد يصلي علي إلا يرد الله إلي روحي فأرد على من صلى وسلم عليه الصلاة والسلام الله صلي على محمد صلاة الليل ونشهد الله على محبته يا حبيبي يا رسول الله الله يجمعنا بك الجنة فقولوا آمين.